يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الفرق بين الأبرار والمتقين، وهل أحدهما شامل للآخر؟ لا فرق بين الأبرار والمتقين، الأبرار هم المتقون والمتقون هم الأبرار. قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهم أبرار وهم متقون. نعم.